السلام عليكم، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. معكم الشيف منصور بن علي من فندق شانغريلا ابو ظبي من مطعم السفره. نقدم لكم اليوم طبق اليوم، وهو عباره عن سمك السلمون محشي بالطحينه. مكونات: اول حاجه الليمون، عصير الليمون، جوز، قرفه، بقدونس، ثوم، فلفل حار، كمون، فلفل ابيض، ملح، بابريكا عند ليمون عند طحينة صوص. العنصر الرئيسي هو السلمون. أول حاجة نتبل السلمون بشوية ملح، شوية فلفل أبيض، شوية عصير ليمون. نبلش نطبخ السمك. أول حاجة نبلش نطبخ السمك على نار هادية. بعد ما استوى السمك نحضر كل المحشي تاع السلمون. ناخذ كل الاغراض، كل هذه المقادير، ونحطها في الخلاط ونخلطها. طريقه التحضير هي سهله شويه. هذه الطحينه، محشي الطحينه، نحطوه في السمك. بعد ما سوينا السلمون نحطوه في الجاهز، الطبق جاهز. نحضر معاه شويه ديال الصلصه، هذه طريقه تحضير السلمون المحشي بالطحينه. بالصحه والعافيه.